واحنا من الحاجات اللي بتغير دايما في الروتين العام شهد، ونحن جبنا في هاشتاج انه كيف تغير في الروتين بتاعك، شاركنا بالموضوعات اللي بتكون مهمه في الحياه دي، انه لما تجيك حاجه كده يكون فيها فرح، او لما زول يدخل عليك السعاده والبهجه والفرح بشكل كبير جدا. الفرح في الحياه مهم جدا يا عمار، واكثر ناس بيكونوا سعيدين في هذه الحياه هم الناس اللي دائما بيحاولوا انهم يفرحوا ويدخلوا الفرحه في قلوب الناس. صحيح، نتحدث في هذه الفقره حول مبادره باب الفرح مع صدام الجزولي رئيس المبادره. مرحبا بك، صباح النور. صباح النور عليك عمار ابو شيبه، ولك التحيه يعني، وان شاء الله نكون خفيف نصلي على كل الاخوه المستمعين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب باب الفرح، اول حاجه العنوان بتاع المبادره جميل جدا، صدام ومنفت. خلينا ندي نبذه للمشاهد عن مبادره باب الفرح. جمعيه باب الفرح الخيريه هي جمعيه حديثه النجاه يتمع شباب يدافع عن الخير ومساعده الغير تحت شعار باب الفرح فاتح، بالدمع ما بيتسدى، انسوا الحزن والهم، ايامه بتتعدى. أهداف الجمعية مساعدة الفئات الضعيفة، زيارة دور المسنين والمعاقين، التبرع للمساجد ودور العبادة، زيارة المستشفيات وتفقد المرضى ومساعدتهم، وهكذا يعني. طيب يعني ذكرت أشياء كثيرة جدا، يا ريت لو نمشي فيها واحد واحد، يعني نبدأ بالمساجد، كيف باب الفرح أو المبادرة بتشتغل فيما يخص دور العبادة والمساجد، بتقدم شنو يعني؟ والله يا أخي المصاحف، وبرضه يعني زرنا خلاوي، يعني برضه قدمنا لهم يعني وجبات. وبرضو أزيار ومبردات كده يعني. دي حاجات كثيرة ممكن تكون مساعدة بالنسبة لهم. أيوة. عمار. طيب خلينا نتكلم عن الناس المشاركين في المبادرة يا صدام. أكيد يعني في متطوعين وفي شركات أو في مثلا جهات داعمة، خلينا نتكلم عن النقطة دي برضو عشان الناس الحابة تشارك معاكم تقدر تشارك. والله يا أخي الجمعية يعني فيها يعني منضمين تحت لواء ومسمى باب الفرح الخيرية، يعني مختلف الفئات العمرية والمغامرات السامية يعني. فلهم التحية من هنا. طيب كيف بيتم حركة العمل داخل الجمعية ذات نفسها؟ عرفنا أكثر يعني، بيتعاملوا كيف؟ إدارة الفكرة أو المشروع بيتم كيف ذات نفسها يعني؟ والله يا أخي الفكرة يعني بتجي من واحد من الأعضاء المكتب التنفيذي أو واحد من الأعضاء، يعني بيطرح الفكرة، بعد ذاك بنسني عليها، شوف رأي الأغلبية، وتمطرحها للمكتب التنفيذي ويبدأ الشروع فيها بالعمل يعني. طيب هل في مؤسسات موجودة معاكم يا صدام؟ والله لحد الآن ما في يعني. فنحن ما حنقيف يعني. نعم. حنشتغل. نعم. مواصلين عندكم. أيوة. أهداف عاوزين تصلوا لها. أيوة. طيب شنو الهدف البعيد أنتم شغالين عليه يعني أهدافكم في الجمعية؟ قبل ذكرت أشياء كثيرة جدا، لكن في هدف بعيد كنتوا عاوزين تمشوا له يعني. والله يا أخي إحنا عاوزين نعمل يعني مبنى يكون مقر للجمعية، ويكون يعني يكون فيه داخلية يعني للطلاب من الولايات اللي بيقروا هنا في الجامعات. تدخلوا يعني عليهم الفرح برضه. أيوة. يكونوا ساكنين في نفس المبنى يعني. طيب انت هسه ذكرت كثير من الفئات يا صدام المستهدفه من خلال الجمعيه او من خلال المبادره. أوه. في انكم انتم تصلوهم وتقدموا لهم العون والمساعده. عمار ذكر منها دور العباده والمساجد، خلينا نتكلم عن الفئات الاخرى. اذا تكلمنا عن المرضى، بتقدموا شنو للمرضى اللي بتمشوا لهم في المستشفيات؟ والله يا اخي بنقدم لهم وجبه يعني، وبنقدم لهم برضه يعني العلاجات، واذا كانوا محتاجين لدعم مادي برضه بندعمهم يعني. باب الفرح فاتح يعني. طيب كيف يكون رجع الصدى من الناس اللي بتمشوا اليوم عشان ما تدخلوا عالم الفرح والسعاده، كيف بيستقبلوكم؟ كيف بتشوفوهم؟ التعامل ما بينكم وما بينهم يعني؟ والله يا اخي بيستقبلونا بكل بشاشه يعني، وما يعني ما بقدر اوصف لك يعني، شعور لا يوصف من قبلنا ومن قبلهم برضه يعني. طيب ليه يا صدام بالتحديد انتم اخترتوا انه الجمعية يكون اسمها جمعية باب الفرح؟ ليه ربطتوا كل الأهداف بتاعتكم وكل الرسائل بتاعتكم وكل المشاريع حقتكم بباب الفرح؟ والله يا أخي بس جات كده يعني. باب الفرح. فنحن يعني تيمنا بالاسم ده وقلنا نشتغل به لأنه اسم جاذب يعني صراحة. طيب يعني ختاما برضو عايزين نمشي معاك للرؤى المستقبليه للمبادره بتاعتكم، عاوزين نشوف برضو فكرتكم شنو لقدام. والله يا اخي فكرتنا يعني نصل لكل محتاج يعني، ان شاء الله يعني اينما طلب باب الفرح تكون موجوده يعني في كل المحافل، في كل يعني اي برامج نحن ان شاء الله نكون متواجدين يعني. طيب في تواصل معاكم عبر الفيسبوك، عبر المواقع الاجتماعيه المختلفه؟ ايوه. عندكم صفحه في الفيسبوك؟ ايوه عندنا صفحه جمعيه باب الفرح الخيري.
جمعية باب الفرح الخيرية. الفئات المشاركة معاكم انت قلت من كل الفئات العمرية، عشان لو في ناس عايزة تخش في باب الفرح. ايوه كل الفئات العمرية يعني. نعم هتكون متواجدة معاكم. ايوه نعم. شكرا جدا صدام الجزولي رئيس الجمعية ومبادرة باب الفرح، ان شاء الله دائما ربنا يخدر دراعكم وتستمروا لقدام في عمل الخير، وده شيء ما سهل جدا. شكرا جزيلا. ربنا يديكم الفرح يا صدام ويفرح الكثير من الناس. شيء جميل جدا انه نشوف مبادره من شباب عمار انهم قاعدين يحاولوا يصنعوا في الفرح. يمكن احنا في الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن صناعه الفرح والسعاده، والليله بنتكلم عن ابواب فرح مفتوحه لكثير من الناس. ربنا زي ما قلت يخدر دراعهم ويكملوا ان شاء الله وبالتوفيق.